الرب يسوع يقول عنه الكتاب ايه؟ الذي إذ كان يشتم لم يكن يشتم عوضا، ولم يكن يهد، بل كان يسلم لمن يقضي بعد. كن مراضيا للعادل، خلي ضميرك صاحي خاضع لسلطان الله. أنا بقيس المسائل على الله عايز إيه، الصح بتاع كلمة الله إيه، الإرضاء الصحيح لإنجيل المسيح إيه. لو الإرضاء الصحيح ده على رقبتي برضه هعمله. الموضوع يا جماعة في الحياة اليومية، قلتله، قهرته، ظلمته، جرحته، صادرت حريته، مواقف 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 كلها أشكال من الظلم. المفتاح هو كن مراضيا للقاضي العام. انت اللي ظلمت رجع الظلم، انت اللي اهنت اعتذر. هو جماعة الناس عايشة في الإيمان المسيحي بالكلام، لكن الحياة والسلوك في التواء. التواء لما يجي لصالح الذات نشوف لها ايه بقى؟ نشوف لها تخريجة بقى. لما يجي لصالح الكسب حقق كسب نشوف لها تخريجة بقى، ثغرة في القانون، ثغرة في الكلام. والنتيجة انه مظالم كثيرة في علاقات وفي حياتنا اليومية، والنتيجة ان صلواتنا معاقة امام الله، والبركة معاقة امام الله. انجيل بيعلمنا انه المرأة تخضع لرجلها. كلام هو انا اللي في دور ان اخضع، وعارف يعني ايه الخضوع صح، خلاص. بس انا شايف ان انا اقدر امشي اللي انا عايزه وبدبلوماسية، ودايما الناس يقولوا الكلام ده، انا بعمل اللي انا عايزاه بطريقتي، كويس. وبعدين لا في مخاصمة ولا في مشاكل، ولكن طول ما انت قلب الهرم بتاع الوصية عمر البركة ما هتتدفق في حياتك او في حياتك. يعني ايه؟ يعني انت ما عملتش مخاصمة ومشيت اللي في دماغك، بس في الوقت ده في وصية واضحة قدامك انت كسراها وعارفة المحددات بتاعتها، هتطلع القضية قدام القاضي العاد، تروح البركة. رسول بولس بيقول للعبيد، وكل ما عملتم فاعملوا من القلب كما للرب، عالمين أنكم تأخذون جزاء الميراث. الميراث على إيه؟ الراجل بيشتغل في بيت سيد، ويمكن يكون السيد ده مش عادل ولا حاجة، ده في اللوحة الأولى من القصة. لكن في اللوحة الأخيرة العادل هيقدر كل اللي اتعمل ده. في ناس فاهمة انها لو جات وقفت في الاجتماع وصاد الله ارحمني انا عبدك الخاطي، كل ده خلاص براءة. براءة انك ترجع المسلوب، مش براءة انك تبقي عملت اللي عملتيه وفي الاخر ارحمني انا الخاطي. مدام رحمك انت الخاطي، تروح جايب اللي انت ظلمته طول السنين وتعوضه عن الظلم. جميعا سنقف امام كرسي المسيح لينال كل واحد بحسب ما فعل بالجسد، خيرا كان ام شرا. ان كل كلمه بطاله كلمه سيعطي عنها الناس حساب في يوم الدين. راعي الامانه للمسيح، راعي الامانه للوصيه، راعي ان الحكم ليه هو. كل المواقف اللي انت كسبتها هنا ظلما هتدان عليها هناك عدلا. ارجع للمسيح، يعني ارجع للمسيح بحق وحقيقة، يعني الغلط ما يتعملش والظلم يترد. يعني ما ترجعش لهذا، اللي فات ترده وما ترجع لهوش، ارجع للمسيح رجوعا حقيقيا وفعليا. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتعلموا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية. فإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة فسيروا زمان غربتكم بخوف. يعني أنتم بتدعوا الآب السماوي أبوكم، إن كنتم تدعون أبا اللي بيحكم من غير محاباة، فبما أنه هو الذي يحكم بغير محاباة فسيروا زمان غربتكم بإيه؟ بخوف. في الكلم، في الموقف، في التصرف، في السلوك، في الأمانة، في المخاصمة، في العدل، في الفكر، في تتميم مشيئة الله. الذي يفحص القلوب هو الذي سيحكم بعدل.